أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى فتية إلى كهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالواسد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوم أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلاتف ولا يسئرانني بكم أحدا إنهم إن يدعوا
يتجاهلون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلمون وعد الله الحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا وابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رزما بالغيب ويقولون سبعة وثمنهم قلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في الكهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبستم له الغيب السماوات والأرض أبصر به وأسمي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك ولا تعد عينك عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل للحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شرادكها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوها وبئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على أرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَدَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو الظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لا أزدنا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأهيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير الثواب وخير العقبى وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارجة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأرد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موئدا وأودي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخسها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم.